شكرا سيد وزير الصحة، مرحبا بكم. باش تقريبا نأكد وما صرح به السيد وزير الصحة في ضرورة التعامل جميعا، نتعاون مع بعضنا في مواجهة ما يمكن تسميته بالعدو الغير كلاسيكي غير مألوف، وتقريبا بثبت حرب باش خذوها مع بعضنا، لكن هذا عدو خفي نوعا ما مستحدث، مازلنا العالم كل يواجه فيه. لابد من التفاهم، لابد من التعاون والتفاعل، الناس كلنا نتفاعلوا ايجابيا في تطبيق البروتوكولات والاجراءات الوقائيه. عندك وزاره الصحه، نحب ناكد واني من هنا نحب نشكر، نوجه تحيه شكر صادقه وخالصه لقواتنا الامنيه والسكن الاداري المشترك لوزاره الداخليه اللي يعملوا ليلا نهارا مجهودات جباره في معارضه المجهود الوطني لمكافحه كورونا. العمل يقوم به الامنيين في الميدان هو عمل جبار، عمل مذني، عمل فيه مخاطر، ولكنهم ما توانوش حتى لحظه في القيام بالواجب. والنجاح الامني في معارضه المجهود الوطني لمكافحه الكورونا كان وراه عمل في يقوم به السلك الاداري المشترك لوزاره الداخليه اللي ماهوش ظهر، لكن انا شفته ولعنته عن كثب. فكذلك نحن نوجه تحيه شكر لاعوان واطارات السلك الاداري المشترك لوزاره الداخليه. العمل وزاره الداخليه كان في المعارضه كان مبني على تدرج كما اكدت في مره سابقه. عملنا عدد كبير برشا من التنبيه في اول مره في التحسيس، ولكن ثم مع تنامي انتشار الفيروس تم استعمال وسائل القانونيه المتاحه. تم تحرير عدد كبير من المحاضر، محاضر عدم حمل الكمامه فاقت 23500، ثم تحرير محاضر حظر الجولان فاقت 5300، وايضا ثم حتى غلق محلات تجاريه وسط فاقت كذلك 500. نحب ناكد وانه حظر الجولان مش منطلق لحد من الحريات او لاسباب معناها تمس بالحقوق والحريات العامه، لا، هذا مطلب اعتقد انه هو مطلب يطلب المواطن قبل ما تفرض السلطه، وهذا ربما النقطه المختلفه اللي تخيل ننظر بحظر الجولان من منظر اخر. عاده المواطن يحترز من حظر الجولان، يرى انه مس من حقوق وحريات وحريه التنقل المكفوله بالدستور والشريعه الدوليه، لكن هنا انا نلاحظ انه حظر الجولان اصبح مطلبا يتمسك به المواطن قبل ان تفرضه السلطه. لذلك انا ناكد على انه لازم نتعاون مع بعضنا كل في انجاح جميع الاجراءات اللي من شانها توقف تنامي هذا الفيروس، ولانه هناك تحديات خطيره، تحدي كبير لابد باش ننجح فيه. وانا كوزاره الداخليه عندنا ثقه كامله في التفهم المواطن، عندنا ثقه كامله في شجاعه ومعناها الاقدام رجال المؤسسه الامنيه في بذل المجهودات المضنيه والعمل ليلا نهارا. عندنا ثقه كامله في اللجنه الوطنيه العلميه اللي تحدد الاجراءات الضروريه باش كلنا نتفاعلوا مع بعضنا وننجحوا في تجاوز هذه الجائحه باذن الله باقل الاضرار الممكنه، واحنا على الخط الصحيح باذن الله باش نتجاوزوا الصعوبات اللي ممكن تمر بها الدول الاخرى. احنا لحد الان الوضع تحت السيطره وباذن الله ماشيين في طريق النجاح ان شاء الله.